بكم في قراءة سريانية للقرآن. سنقرأ اليوم سورة الطارق مع الأستاذ كريستوف ليكسنبرغ وأبونا دانيال شمعون. في ناس لموني ليش أنا بستعمل إلى كلمة أبونا شمعون رغم أنه بعتبروني أنا غير متدين. من قال لهم أني لست متدين؟ الحاصله أبونا شمعون هو مثل ما يقول يا شيخ يا سيدي يا مثلك، هذه العبارة المتداولة. هو لا أبي ولا أخي، ولكن تقديري له أسمي أبونا. هذا هو التعبير. هذا وفعلا ممكن تسمي ايش ما تسمي، انا ما يهمني. لا 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 القرار هذه حقيقة. هو انا 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 استعمل هذه العبارة. سيد دانيال قل لي، استاذ دانيال قل لي ايش تقول. لا انا احب اسميك ابونا شمعون. كيفك؟ شكرا. انت ابونا. ما يهمني هذا. نحن خاصة نحن بالاشوري ما نستعمل ابونا للقس، نستعمل رابي قاشة. رابي قاشة ما قدرش يعني... أسميك رابي بعدين فكروك يهودي. رابي قاشة هذا أرامي مش يهودي. رابي لا هو رابي. يعني هو يعني... عندنا أنت عارف الحساسيات. بس أنا بعتبرك أبونا وخلاص. وارتحنا. أنا إلي أخ رجل دين وإحنا من كله أبونا. أيوة. أنا كلهم بسموه أبونا ورغم أنه أصغر منهم مش متزوج برضو. هذه المشكلة. الطارق هي آياتها 17 عدد آياتها وهي بكية، رقم 36 بالتسلسل التاريخي، 86 بالتسلسل الاعتيادي. وللتوضيح لمن لا يعرف، هنا الحرف ميم تعني أنها مكية، 36 تسلسل التاريخ، 86 تسلسل الاعتيادي، الرقم واحد هذا، وبعدين هذه الهوامش. شوف 893 هامش صار، كتاب مليان هوامش، مش مهم. والسماء والطارق، هنا أعطيك فقط ماذا كتبوا. أيوة هنا قالوا ورب السماء والطارق على غرار آية أخرى فرب السماء والأرض. هناك آية تقول فرب السماء والأرض. نعم. 67 بتسلسل التاريخ. ويقول حديث نبوي لا تحلفوا إلا بالله. والطارق تعني جاء تفسيرها في الآيتين اللاحقتين النجم الثاقب، هكذا فهمت. احنا هنشوف بقى شو بخبرنا أستاذنا كريستوف لوكسا. هو أستاذنا رغم أنه أنا ما علمني أبدا في الجامعة، لكن احنا نتعلم منه كل يوم. طيب في ناس بيكتبوا لي دائما نبينا العزيز سامي الذيب. وأنا مبسوط أنه سموني نبي وبصدق على حالي. وبصدق عليه. فأقول كذب كذب حتى تصدق نفسك. بس على فكرة أنا يعني مش مآمن بنبوتي. عشان ترتاحوا. بس يعني معجبني اللقب، معجبني اللقب وماله وماله. واللي مش معجبه دك راسه بالحيط. ما في ضرر، ما في ضرر. لا ما في ضرر، واصلا غير معصوم عن الخطا. يعني ما تفكرون اني جاي الزمكم بشيء، مش ملزمكم بشيء. انا النبي الوحيد غير المعصوم عن الخطا خلافا لباقي الانبياء. الفريد من نوعه. هذاك كلهم الاخرين هم مغلبوا الدنيا واللي فيها. طيب. طيب هناك مقولة لزبراء الكاهنة تنذر قومه والليل الغاسق واللوح الخافق والصباح الشارق والنجم الطارق والمزن الوادق إن شجر الوادي لياد ختلى ويحرق أنيابا عصلا إلى آخره. يعني هناك الشعر لزبراء الكاهنة من كتاب بلوغ الأدب مشابه له. منو هاي زبراء الكاهنة؟ ما عنديش خبر بالتمام. ما مش هحددها الآن، بس احنا ممكن نجدها إذا تحبون. أيوة. ما في معنى مدام أنت سألت معناته إنها محل سؤال. إنها السؤال
السؤال يعني مثل ما يقولوا مشروع. أنا هشرح، أنا هبعت لك هنا تنافس بلاغة هي حتى ويكيبيديا هنا. لا لم بنشوف ويكيبيديا، ويكيبيديا نشوف إذا جاء عليها. لا أنا ما عندي شرح سريع لها، نشوف نشوفها بعدين. شوفها بعدين. أنا نكتبها بالهوامش، بالطبعة العربية للقرآن. من هي زبراء الكاهنة؟ أو من هي؟ طبعا نشوف من هي الأربعين، من هي زبراء الكاهنة. أيوه الشيعة الإسلامية، أيوه هم يذكروا هذا الكلام هنا كمان، وهذا نفس الكلام مذكور. ما أعرفش، مو مكتوب من هي. ونشهر الكاهنات هي أحد المشهورات من الكاهنات. هنا بيقول هذه أيوة المفصل في تاريخ العرب، مذكور في كتاب مفصل في تاريخ العرب. يعني إلها تاريخ هاي بنت الحلال. يعني هل هي قبل الإسلام؟ قبل الإسلام، نعم، هو من قبل الإسلام، نعم. أيوة ايوه هنا من قبل الاسلام، نعم. هذه المصادر، ايوه. فيعتبر هذا مش معروف، بس كل النصوص المنسوبه للعصر الجاهلي مشكوك في تاريخيتها. فلا نعرف هل هي كتبت قبل القران ام بعد القران، هل هي الهمت القران ام هو القران الذي الهم هذا الشعر. الهمت القران، هذا الارجح انها كتبت بعد القران. شفت؟ إذا أنا لا أحكم مدام ما عندي تاريخ، مدام ما عندي تاريخ ربما هي كتبت قبل القرآن، ولكن ما بعرف، ما عندي خبر، ما عندي خبر. على كل حال لم تصلنا، يعني لم تصلنا. إذا كتبت ما في شيء. أفارم عليك. وحتى اللي دافعوا عن معلقات، وين المعلقات؟ بأي صح بأي متحف موجودين ولا بأي مكتبة؟ موطا حسين أثار هذا الموضوع في كتابه الشعر الجاهلي. لم نرجع في محاكمته. وما أدراك ما الطارق؟ الطارق، هلا الطارق هنا فهمت هنا، أعطى تفسير النجم الثاقب 94. أيوة طيب، هل عندك أستاذنا شرح لهذه الكلمة؟ أنا شفت الطارق ليست اسم نجم وإنما صفة لهذا النجم. منيح، ما هو طارق منيح، بس يعني فإذا سريانيا طرقة تعني أول جيد فاضل صالح أو حسن وفاخر مشهور، يعني طارق كمان مشهور، شريف حسيب رئيس قوم. يعني كل نحن يعني بمعنى الفاضل، ما أدراك النجم الثاقب، يعني هو اسم نجم أو صفة لنجم. صفة للنجم. صفة للنجم. أيوة أيوة النجم الثاقب. النجم الثاقب. الثاقب ممكن أن نقرأها الناقب أو العاقب. طيب الحاصل إحنا ما عندنا. طيب هناك فاهم الثاقب، هناك يعني تقريبا نفس المعنى، بس كيف فاهمه؟ شوف هنا في أسباب النزول تشرح شيء، نزلت في أبي طالب، وذلك أنه أتى النبي بخبر بخبز ولبن، فبينما هو جالس إذا انحط نجم فامتلأ ما ثم نارا، ففزع أبو طالب وقال أي شيء هذا؟ فقال هذا نجم رمي به وهو آية من آيات الله. فعجب أبو طالب فنزلت هذه الآية، هكذا يقولون. هذا كل ما عندي، ما عندناش تفسيرات أخرى. الرابعة، الآية الرابعة، إن كل نفس لما عليها حافظ. خمسة شوي لا أكيد شرحوا. فإذا ثاقب يثقب، يعني بأي معنى؟
يعني شو اشرح لنا اياها انت كيف لا تفهمها. بالنسبه ليوم القيامه ما معنى النجد الثاقب؟ ما بعرف. فاذا اذا انا استبدلت النون بالثاء اللي بالعين عاقب، عقيب سريانيه تعني فحص بحث استقصى، بمعنى الفحص والبحث، في ممكن بمعنى بحث ثاقب، ثاقب معنى بحث. على كل احنا عربيا الثاقب يثقب، ثقب الحديد، ثقب الخشب، ثقب الحجاب، بس هنا لازم يكون في معنى، لانه موضوع هون عن إلها معنى هنا، ان في نجوم تخر على الارض وتعمل وتعمل حفر مثل الله، فهم علي؟ عقل، انا ما عندي تفسيره، احنا ممكن نغير. يعني انا اقترح المعنى المجازي بمعنى الفحص الثاقب. ايوه فكر ثاقب يعني فكر بهذا المعنى يعني طبل، ما عندي انا مع معنى اخر. طب هلا الايه الرابعه، ان كل نفس لما عليها حافظ. انا دائما هاي مشكله لما اخاف منها، كلمه لما شو يعني لما؟ فانا هشرح لكم شو كاتب عندي. ها لما 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 هو لما. طيب لما استاذنا لما لما يعني على الشيء الذي لما لها لا عليها، يعني شو عليه؟ ما هو هنا لما عليه حافظ كل نفس. انت استاذنا هل عندك انت ما بتعطي معنى هون بال هاي المشكله، ما عندناش معنى لهذه الكلمه. انا دائما تمشكلني هذه الايه بالترجمات، اعطيك كيف ترجمتها، اعطيك كيف ترجمتها مشان نشوف انا ازاي. الايه الرابعه اللي بادام كيني سور ال انغارديان كيني، صحيح يعني تاني هنا لمن بمعنى مجموعه يعني كل الانفس، انا اعتقد بهالمعنى. لا ان كل لما ليس عليه حافظ، ليس هناك نفس ليس عليه حافظ بهذا المعنى. لما عليه معقول، ايوه لما. بس هذه الكلمه دائما حيرتني، كيني سور ال انغارديا لما عليها، هكذا انا شرعتها تأتي بهالمعنى صحيح. أيوة أقل لأن أنا ما عندي تفسير آخر. لما طيب هذه الآية شوف، وهذه الآية معقدة التركيب، وقد فسرها المنتخب كما يلي. تعال أصلا، ما كل نفس إلا عليها حافظ يرقبها ويحصي عليها أعمالها، إن كل نفس لما هنا. إذا وضح ما كل نفس إلا عليها، هكذا فهمت لما. هي جت في عدد من الآيات بس مش ذاكرها الآن، ما عندنا وقت نبحث عن كل الآيات، ممكن واحد يبحث في القاموس اللغوي الألفاظ القرآن. فلينظر الإنسان مما خلق، هذا انتقال إلى موضوع آخر، ولذلك أنا وضعت هذه الإشارة. نعم. يا ريت أستاذنا أنت قلت حتنشر لنا ترجمة للقرآن، تعين لنا هذه العلامات يعني كمان تتفهمها. نعم. هذا مهم. فلينظر الإنسان مما خلق. ما عنديش أنا ملاحظة على هذه الآية. الآية السادسة، خلق من ماء دافق. نقول تدفق الماء يعني خرج من أين. من هل بتعرف أي لهجة عربية تستعمل دفق؟ أستاذي الفاضل أنا بلهجتي قلت تدفق الماء. من أين أخذتم التعبير من القرآن؟ ما بعرف. لأنه درج فيما بعد، ولكن مش بس قراءة خاطئة، نقل خاطئ. طيب ماذا أنت تقرأه؟
فإذا نفهم المعنى مفهوم لكن القراءة خاطئة. ما هي قراءتك؟ فإذا المفروض كان مفروض نشوف المخطوط الكوفي الأصلي. ممكن تفرجينا الكلمة بالكوفي؟ هنا هذا هو. نعم. نفس الشيء. فإذا وين دافق؟ أيوه نفس الشيء. فإذا يلي حصل مثل كلمة دسر وهي نشر وليس دسر، هون نفس الخطأ. الدال بالأصل مش هذه الدال الكوفية وإنما غير دال كما نكتبها اليوم. أخي الفاضل أبو أستاذنا، أنت اقترحت في حلقة أخرى غير منشورة له قراءة نفقة، أي خرج بالسرياني أو أنا فكر بنفقة بتعطي نفس المعنى، ولكن لقيت بعدين بلسان العرب نفس القراءة، ولذا فضلت الشرح اللي راح أشرح لكم إياه هسه. تفضل تفضل. آخر حرف لو ممكن تحط عليه إشارة علامة. أيوة. أيوة. آخر حرف لا بالكوفي. أيوة أيوة. شكل هذا الحرف الذي يقرأ عربيا قاف هو نفس الشكل للصاد السريانية. وهذا الخطأ حصل أكثر من مرة، ولكن هذه من جملة الأخطاء، حيث الكات الناقل السرياني نقلها كصاد، ولكن القارئ العربي راح فكرها قاف، راح كتبها دافق. أنا أقرأها غير شيء، ما أعرف شو رأيك، بدل ما أقول دافق أقول دافع. لا 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 لا، شكل يعني الحرف واضح. لا لا مش ممكن تلاعب بالخط، لأنه الخط شكل الحرف هو نفس الحرف السرياني للصاد، مش ممكن أقرأ عين. طيب إيه أبونا بس خلقة. لا خليني شوي. فإذا الدال خطأ لأنه مثل دسر، وإن حملناه على ذات ألواح ودسر، الدال خطأ هي نون نشر، وهنا نفس الشيء نون وليس دال. طيب اكرنا إياها نروح مباشرة. نافس نافس نفس. شوف لسان العرب نافس. نشوف بس يعني نفض أبعد وأصبح نافض. لسان العرب نفس المعنى ولكن انظر. تقرأ نافس. انظر لسان العرب نفس. فإذا أنفاس. أبونا شمعون شو رأيك؟ أهلي لا خليني أقرأ لك شرح منا لنفس. تفضل تفضل. نفس الشيء بالأخص بعد رقم 6 نفض الصبي ببوله، ونفس التعبير حطه بلسان العرب. لسان العرب. طيب انا افرغ صبا نفصة. انت تقول نفصة. نعم نفصة فعل نفصة. طيب الى اليوم نحن نستعمل امبوس امباسا، نحن طبعا فاء نسويها باء امباسا. نعم. يعني ينفض امبوس جلغ انفض ثوبك. نفض نفض طبعا هو حاطط يعني عربيا نفض، لكن لسان العرب حتى تحت نفص وليس بدون نقطة على الصاد. نفص وليس نفض نافض. طيب خلص هي مكتوبة يعني التعبير معروف. ما معنى هنا تجي بنفس المعنى داف، لكن مو دافق. فإذا فعل دفق ما كان له وجود باللغة العربية. بهالقراءة الخاطئة طبعا أدخلوها بالقواميس ودرجت بهالمعنى دفق. ما في دفقة. طيب منيح. هلا نكمل الآية. تحب أشوف شو يقول القاموس عندي هون؟ نعم. تحب نشوفه هنا؟ نفصة مش دفقة. دفقة طبعا اشرحها نفس الطريقة. ما راح أقدمها. خلاص معناته نترك. هلا انظر لسان العرب فعل نفصة أنا كتبتها. نعم. انظر أنا هتحقق من هيك في الوقت المعين. نعم. يخرج من بين الصلب والترائب. نعم. صلبي والترائب
هنا ثمانية ملاحظة، يخرج مش يخرج، كتب الصلبي أو الصلبي. الصلب في مدفقار الظهر. نعم هذا صحيح. والترائب عظام الصدر. لا مش صحيح. هكذا فهمت أنا أقول هذا خطأ. نعم. وهذا واعتبر خطأ علمي. في آية أخرى خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، يعني دافق جت في آية أخرى. وتقول آية أخرى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، خطأ علمي. هناك من يرى إعجازا علميا في هاتين الآيتين ولكن فيهم خطأ، فالحيوانات المنوية تتكون في الخصية والسائل المنوي تصنعه الحويصلات المنوية في منطقة الحوض. انظر هذا المقال. طيب احنا مش هنتكلم عن إعجاز العلمي، عايزين اللغة السريانية. واضح النقطة تاعتنا، اللي عايزة إعجاز علمي يرجع لكتب الإعجاز العلمي. الترائب أستاذ، ترائب تربة يعني شحوم من الشعم. لا تربة معنات تربة معنات الدسم. الدسم إيه، هاي الدسم الموجود بالجسم. نعم ما هذا اللي قال الشحوم. إيه هذا الشحم صحيح. الشحوم أيوة الترائب. تعني هنا الترائب، ما هي الترائب داخل الجسم؟ أنا قلت لك كيف فهموه، هلا أنت شو تفسيرك أنت؟ الترائب يعني الأشياء اللي عكس الصلب. اللينة. الرخوة. لينة، أي بمعنى لينة. الرخوة. أيوة. نعم. طيب خليني أكتب هذه الملاحظة، هذه الملاحظة هي مهمة. إذن والترائب هو محتوى الإمعاء، تربة بالسرياني عكس الصلباي دهن. أيوة دهن، شفت دهن شحم. تربة. إلى اليوم استعملها نحن، مثلا تربة شحم الخروف، تربة إربة. أيوة تربة. تجي بعدين العروبا أترابا للحوريات. طيب التربة خلينا ذات شحوم. مش مستعدين للمقاتلة اليوم. لا نفس الكلمة موجودة في الحوريات بالنسبة للحوريات، لكن فهم أنه حوريات لكن مقصودة فيها الثمار. هنا بيقول الشحم، ها الشحم. يعني احنا يقولوا عندنا ابعد عن الشر، ابعد عن الشر وغني له. هيك يقول الفلاحين عندنا، مو مسؤوليتي. الآية الثانية. طيب ممكن تقول لنا كيف ترجمتها بالفرنسي؟ انا اترجم لك اياها، اترجم لك اياها كيف انا ترجمتها. الآية السابعة سورتي دونتر لي لوب اي لي كوت. نو سي با لي كوت، نو. ما أنا فهمتها كما فهمها قاموس العربي. وثانية واحدة، ثانية واحدة، لأنه أنا بستعمل قاموس، ما بخترع قاموس من عندي. أنا أعمل لك يعني ستة. لا راسي صحيح، فهمت عليك. شوف هنا بوبكر لا ألومك على هذا، وإنما فقط أنه مع الأسف غلط. طب سبحان يعني المبيض. اللي شرحوه يعني بهالطريقه غلط. سبحان المبيض. يعني مسؤوليه مش عليك. لا برضه مسؤوليتي، لانه انا تبعت نفس الخطا. على كل فهمها عبد العزيز، فهمتها عبد العزيز، هي مترجمه من الازهر. كي سور دونتر لي دو دي لوم لي كوت دي لا فام. يعني هم اضافت بين قوسين، وضح. اضافت بين قوسين كي سور entre les deux de l'homme بين قوسين et les côtes بين قوسين. وعبد وابو بكر شيخ جامع باريس sortant entre les lobes et les iliaques. ماذا يعني إلياك؟ انا ما اعرفش الكلمه هاي. الله شو إلياك؟ انا الطبيب. إلياك إلياك. لا ما أنا ما أعرفش، ما أقدرش أقول لك يعني ما لما تحقق من هذه الكلمة. يعني فرنسة الكلمة ليا. لا 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 ل
الفرنسي لا تعني هذه. اوس الياك البرنسيبال اوس دي لا اونش. الياك هكذا فهمت. على كل لكن انا اعطيتك الترجمات و الترائب. انت تقول الترائب عندكم هي اللية. أيوة. او الشحم. الشحم كل شيء يعني الشحم. كل شيء طري. ايوه يعني عكس الصلب. عكس الصلب طبعا. ايوه الان عكس الصلب. ايوه حلو جدا. انا اعتبر هذا تقدم. شو بيسموا بالفرنسي ليزورغان انترن يلي داخل لا يحضرني الان اللي بسموه فيشر اللي فيشر لا بس لها كلمه اخر حاصله مش وقته بهالمعنى يعني في اللي داخل الجسم اللي ما فيها عظم العكس. ايوه لا تحضرني الكلمه الان. على كل حال الشرح تشوفوا اعتقد عند الطبيب اليوناني. ايوه هناك ذاكر هذا من الحكيم اليوناني غالينوس الصلب. أيوة غالينوس الفقري فقري. أيوة. والترائب هو محتوى الامعاء. الامعاء صحيح. طربة بالسرياني عكس الصلب دهن. نعم هذا اللي شرحته. ايوه الان انه على رجعه لقادر. 99 نصدق كامل. إنه مين أنه إن الله بطبيعة الحال. هذا جلالين أضافه. يوم تبلى السرائر. السرائر فهمت بمعنى جمع سريرة ما خفية من النوايا أو الأعمال. نعم السر سرائر. أعتقد هالمعنى صحيح. السرائر فما له من قوة ولا ناصر. أنا ما عنديش ملاحظة عليه. عندك ملاحظة؟ لا واضحة عربيا. أي. والسماء ذات الرجع. هذه الكلمة عليها مشكلة فعلا. الرجع هو المطر. فهمت؟ أنا أعتقد بما أنه يتكلم عن الأرض ذات الصدع معناته يلمح على يوم القيامة. ذكر القرآن في مقطع آخر أن إذا السماء كشطت فلا يكون لها علاقة بالكشط. أنا عندي فقط الرجع هو المطر. المطر هي الآية 11. احنا قلنا الآية 11 avec la pluie qui revient. انا هيك ترجمتها حرفيا. avec la pluie qui revient par la terre qui se fond. تفسير واحد. تفسير سبعة. شوف شو ترجمة عبد العزيز. par le ciel des cycles. وابو بكر par le ciel soumis au retour. معناته مش متفقين على كلمة الرجع. لا أكيد لا مش واضحة يعني. مش, مش, مش واضحين هذه الكلمة. بس احنا اذا تريدون نشوف كلمة القرآن المعذرة ديكسونير هنا صورة البلد. مش صورة البلد هي الصورة اللي بعدها. احنا خلصنا من البلد يا سيدي. هي الصورة 86 حب التسلسل التاريخي 86 الطارق. أيوة الطارق. لا ترى 11. نشوف شو ترجموها. فضل أبونا. هوني مثلا ممكن تكون رقعي أو رقيعة بالسرياني معناها اتجلت. سماء اتجلت اتجلت يكون أصح. اتجلت هنا فهمت السحاب يرجع بالمطر أو هو المطر لرجوعه للأرض مرارة. وقيل هو المطر بعد المطر. شو هذا؟ وهنا لا شوف هلا رجوع رد ورجوع أو بعث بعد الموت. شفت رجع.
ايوه يعني رجعت مشكلة. طيب هكذا فهمت. هلا احنا حنعمل ايه؟ هلا عندك إيه؟ انت قلت لي ايش ابونا بالعب السرياني؟ رقيع أو جلد. الجلد ذات جلدي الرقي جلد رقي ذات الرقي. استاذنا شو رايك لا بالحقيقة لازم أفحصها لأنه بالنسبة للرجع ما عندي شرح حاليا. طيب ذات الرجع يعني اختلفوا فيها، أنا أكتب هنا اختلفوا فيها، أنا مش واضحة حتى السرياني، ترجمتها للسرياني ما تعطي معنى واضحة، غير واضحة، غير واضحة، فأنا كتبت غير واضحة مش أنا أشوف اللي شو يقولون والأرض ذات الصدع، الصدع أعطيك كيف فسرت الصدع، الشق أي الأرض تنشق عن النبات، صدع صدعه يعني أو الصداع يقوله يعني بحس إنه رأسه ينشق مثل هيك الصدعي. هل عندكم أنتم معنى آخر للصدع؟ نعم عندنا تعبير آخر من القرآن، وإذا الجبال سترت أي هدمت. أيوة إيه بس خلي إيه صدع هنا بمعنى انشقت، انشقت هو الصدع، هو الصدع صحيح، لكن بالنسبة طبعا للقبور القيامة والأرض ذات الصدع. أيوة أيوة السماء ذات الرجع والصدع بأثنين الشقة اللي تنشق عن النبات، أو هنا تنشق عن الأموات بالأحرى، طبعا هنا الأحرى عن ليس الأموات. النبات أيوة يعني إنه هنا الكلام عن يوم الدين مش يوم أيوة القيامة، إنه مش لقول فصل. أيوة نعم فصل. أيضا واضحة الفصل والحكم. أيوة. لا الفصل هو يوم الدين، هو الحكم، الدين هو الحكم يعني الدين نعم نعم يوم الحكم صحيح، حكم الأخير. أيوة. فإذا هو يتكلم عن يوم القيامة ما يتكلم أنه في مطر ولا في زرع، مش الكلام مش صحيح. طيب منيح فهمنا القول الفاصل. هل ممكن الرجع بمعنى الرجوع إليه إلى السماء؟ يجوز 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 مثل ما نقول يجوز طبعا. مش واضح يجوز مش غلط. طيب فاصل إنه لقول فصل فصل قول فصل يعني هو مثل ما يقول كتاب لصاحبنا فصل المقال يعني ديسيزيف لهذا المعنى. بمعنى طبعا يعني فصل بمعنى حكمة مثل الفرنسي ديسيدي ديسيدي سي كوبي ديسيزيف ديسيدي ديسيزيون فصل قول فصل. أيوة قول فصل ممكن مضاف مضاف قول فصل هنا قول فصل يعني القول يعني الذي قول يفصل فاصل. القول الذي يفصل في الفرنسي قول فصل فإذا مضاف مضاف إليه يعني هذا اقتراح صفة صفة قول فصل إنه لقول فصل مش لقول فصل. أنتوا حرين تحبوا تقرؤوا قول فصل. أوكي هي القراءة المعتمدة فصل وإلها معنى آخر الأمر فصل. ما يتغير المعنى، نحن نتكلم فقط عن النحو. نعم وما هو بالهزل؟ أنا ما عندي هزل يعني مش لعبي. الهزل صحيح يعني إنهم يكيدون كيدا. الكيد يعني هنا واضحة إن هذه الآية لا حاجة لها. نعم. وأكيد كيدا. نعم. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وصل لك الدار الشرح مسبقا. نعم أنا ذكرت إنه هذه كلها وصلتني وأنا أضفتها، كلها أضفتها، اشتغلت لحد الساعة 2 بعد نص الليل على هذا. الله فيك. إيه يعني لأنه بعت لي إياهم صاحبنا وأنا أضفتهم على كتابي. فإذا رويدا حصل خطأ في المرحلة الثانية بالنقل الراء بنقل الدال بدل الراء السريانية الآرامية. أيوة. فإذا الدال مفروض أن نستبدلها بالراء.
ونضيف نقطة على أول راء. أنت تريد أمهلهم زويراً. زويري سرياناً. بمعنى. بمعنى زويري يعني حائدين عن الطريق عن الإيمان. أي مزورين بالعربي. من زور. لا ما هو هنا كيف 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 من الزور يعني مثلا يشهد بالزور ومعنى الزور. بس ما هو امهلهم رويدا. لا مهلهم تعني مش معنى رويدا مش معناته على مهل رويدا رويدا دخلت باللغه مهلهم بس. تعني مهلهم مفهومه لا بس لكن مهلهم مثل ما هن على كفرهم هي معناتها يعني خليهم ماشيين على الكفر على طريقهم الأعوج يعني اتركهم عوج صحيح يعني خلي طالما هن ما بيأمنوا خليهم على هالطريق الأعوج هاي معناته بكرة بندبرهم رويدا على كل أستاذ الفاضل يعني مش رويدا ما في رويدا بالعربي من أي فعل أصلا يعني كيف عطوها المعنى أنه شوي شوي رويدا رويدا وين جايبينا هذه طب انا اشرح انا ادل لك من وين جايبينها مش ادل لك يعني انا بقول لك كيف جايبينها انا لا احكم بشيء 86 17 من وين اجت هاي من وين اجت هاي في 86 17 رويدا هو الفعل ذوق الجذر هو رودا راوودال الأصل رويد ومعنى إمهالا قليلا ليحل بهم العذاب والهلاك رودا الرود التردد في طلب الشيء برفق يقال رادا وارتادا ومنه الرائد لطالب الكلاء وراد الإبل في طلب الكلاء وباعتبار الرفق في رادة الإبل في مشيها أي ترود رودانا ومنها بني المرود وأرود يرود إذا رفق ومنه بني رويد نحن رويدك الشعر يغب قال في لساء غب بات ومنه قال رويد الشعر هذا هكذا فهمت أخي أستاذي كله أنت... اختراع لأنه لم يفهموا هذا التعبير أولا هذا النقل الخاطئ يعني القراءة الخاطئة وطبعا نسبوا لها شرح مضطرين يشرحوها بأي طريقة شرحوا لها الشرح لكن هذا مش صحيح أتفق معك أنه أوقاتهم بيحاولوا يجدوا شرح مش أوقات لأنه... مجبورين يعني مش معقول أنه يتركوا كلمة بدون شرح هذا اللي, بقول فيه أستاذي هذا صحيح هذا اللي أقول فيه يعني إنه مضطرين أوقات... يعني لازم يلاقوا له شرح هذا اللي أقول فيه هو أوقات لازم يجدوا أو حاولوا يجدوا شرح اللي هم يفكروا هو الصحيح هلأ أنت إزاي تقرأها هاي الكلمة هلأ عنا في القرآن راودته عن نفسه ما معناها سورة يوسف طيب. شو معنى راودته عن نفسه طيب. كمان راد يرود هلأ شوف القياها هلا شوف شوف نفس الفعل يعني قارينا نفس القراءة لكن كمان غلط رويدا يعني راودته فإذا راودته عن نفسه ما معنى راودته عن نفسه أيوة رويكم هشوف لك الأمر كلامك سليم هنشوف هلا بس شو بتقول ها نفس الفعل رودة طبعا اليوم نعرف شنو معناها اليوم صار يستعملوه بهالمعنى لكن هي القراءة خاطئة المعنى مفهوم لكن القراءة خاطئة شوف أستاذ الفاضل هذه جاءت في صورة كلها في لا مش كلها في صورة يوسف أيوة عن نفسي قال ما يوسف قالوا سنراود عنه أباه نراود ما معناه وقد راودوه ماذا هذا بعدين يا فعل أراد لا
فعل أراد هنا، ربطوها بفعل أراد بنفس الجذر، أراد راود، راود بمعنى أراد، يعني ربطوها بين رويدا، يعني الامرأة كانت تريد يوسف. الإرادة يعني أراد يرود، ورواد الفضاء أصبحوا مثل اللي بيريدوا. شو الكلام؟ ما هو أنا بقول لك، أنا رواد الفضاء بقول لك إنه هم اعتبروها كلها للجذر واو راء واو دال، وربطوها يعني بأرادة نفس المشكلة. مثل ما ذكرت سابقا، ما أحد خطر عباله يحقق هالقراءات. يعني هالقراءات لو واحد يخدم الدكتوراه بيقدمه بهالطريقة بيسقطوا. طيب انت فاشل تقول، انت شو نحن ما بنسقط القرآن، يلي ناقلينه غلط هذول بيسقطوا. اخي الفاضل احنا مش في امتحان هلا، قلنا ازاي انت تقراها. لا طبعا امتحان، لانه ده نفحص طبعا، ده حق القراءات منيح، بس ما هي امتحان وشوي كيف مش امتحان. ما هي قراءتك؟ احنا نسأل ما هي قراءتك. أنا خليني أعطيك أول شيء المعنى بعدين ما هي قراءتي. تفضل. دعني أولا أذكرك بما قلته في حلقة أخرى، فمهلهم رويدا جمع سريان زويرا، حائدين مزورين ماشين على الطريق الأعوج، أمهلهم على كفرهم على طريقهم الأعوج، زورني أي نظر بالورب، والزيارة بينها أي غيرت الطريق لأزوره وأحيط. معناته سريانيا انحرف بمعنى انحرف، عدل عن انحراف بمعنى الانحراف، منها الزور والتزوير منها. أيوة. موجودة باللغة العربية بنعرفها أكيد، وزيارة جاي منها بمعنى حيد لعنا، يعني أنت ماشي بغير اتجاه، زورنا يعني غير طريقك اتجاهك، تعال عنا، هاي معنى زيارة. أصبحت الزيارة بعدين بمعنى زيارة بنفهمها اليوم. احنا نقول فيروز زور حارتنا، نعم يعني ميل على حارتنا، ميل صحيح بمعنى ميل زور. أيوة أوكي. فما شو راح تكون، كيف نقرأها الآية؟ زوير، لأنه الألف. لا لا، الآية كلها كيف نقرأها بهالقراءة الجديدة؟ غالية يعني مثل ما قالوا، لغيت يمهلهم زوير وليس رويدا. زويرا الكافرين أمهلهم زويرا، يعني خليهم على طريقهم الأعوج، بكرة بندبرهم، هاي معناتها. أمهل الكافرين أمهلهم زويرا، زويرة جمع، أمهلهم زويرة ما ترهم. ما فهمت، ما ترهم يعني ما ترهم يعني. لا كيف ما بترهم، أمهلهم يعني خليهم منحرفين فقط. إذن لازم نكتب نغير الكلمة، نقول أمهلهم منحرفين أو أمهلهم منحرفين، أمهل الكافرين يعني على طريقهم الأعوج. طيب انت حر ما تفهمها، انا افهمها هالشكل، يعني هذا اقتراحي، ما ترضوا فيه حرين انتم. اذا فليتكون فمهل الكافرين ودعهم ينحرفون، هذا عربي مش عربية القرآن اللي بتقوله. القرآن هو عنده غير طريقة للتعبير. ايوه، اذا قلنا بالعربي اتركهم منحرفين غلط، مهلهم ليش بدي يكون غلط؟ ليس غلط، اتركوا ماشي، يعني شو بدك تقول؟ اتركوا ماشي يعني بالعوض، اقول هيك اكثر تكون عربيه يعني، سيبوا على حاله، شو معناته؟ ايوه بالضبط. نعم. طيب لانه رويدا ما له وجود باللغه، هذا اختراع. اول شيء لازم نتاكد انه رويدا ما له وجود، وراود ما له وجود، فرعوا له معنى صحيح، لكن راودته عن نفسه مو صحيح. أو فمهل الكافرين أمهلهم قليلا، يعني قليل راح تجي بعدين المحاكمة يوم الدين راح يجي. أخي أنا بشوفها بمعنى منحرفين، أنت حر تشوفها قليلا. طيب يا أستاذ الفاضل، أنا عندي سؤال توضيح،
يعني انت ايه تغير بهذه الكلمه حتى تزبط؟ زويدا، زويرا، زويري. زويري اسم مفعول سرياني تعني مزورين عربيا، اي منحرفين. ما ترضوا هالشرح حري، ما تاخذوا فيه. ام هل هم مزورين؟ ما ترهم ام هل هم مزورين، ما تعطي معنى. منحرفين بالعربي مش مزورين. ام هل هم منحرفين ايضا، ما تعطي معنى. انت حر، لكن غيرك يفهم غير شكل. اوكي 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 مو مشكله. اذا بس هل ممكن نقول امهلهم زويرا؟ لا لا. طيب منيح. طب احنا انا هنا كتبت هذه الملاحظات، نقلت الي واتركها، يعني هي نظرتك. ليش لا؟ ليش لا؟ راح نشرح بعدين رويدا لحتى نصل لها المعنى. اعرف ان هناك مشكله فعلا في قصة. على كل حال رويدا راد يرود رويدا ما له وجود، مو صحيح كل الشرح اللي شارحينه غلط. اوكي اوكي، انتهينا هنا من هذه الصوره، الصوره، وسوف ننتقل الى الصوره القادمه. اذا انتهينا من صوره الطارق، وسننتقل بعد قليل في الحلقة القادمة إلى صورة القمر. هل أنتم مستعدين لصورة القمر إخواني؟ يلا نتوقف دقيقة.